بسم الله الرحمن الرحيم. وصراحة كانت مباراة كبيرة داروها الدراري، قاتلوا بما تحملوا الكلمة من معنى، يعني عطاوا اللي بجهدهم، رغم أن الحكم طلبنا بواحد الطرد ما بين الشوطين، يعني ظلمنا بالطرد، ولكن الله كان معنا، انتصرنا، حققنا واحد النتيجة إيجابية في انتظار انتصارات مقبلة إن شاء الله. بما أنك شاهد عيان، كيفاش وقع على المسألة ديال الطرد الحارس عبد الرحمن؟ وقع على الطرد، كان أحد يعني أحد كينتسب للفريق المضيف، ولكن ما لابسش التونيل، يعني كان كيستفز الحارس، ذاك الاستفزاز يعني أسفر عن التشاحنات بين الحارس واللاعب، مما أدى للطرد ديال الحارس. معليش نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله.